يوم وليله. شايفه ازاي التجربه دي مع شركه الانتاج لاول مره في مصر شركه المرايا؟ فرحانه بيها، فرحانه انه اول انتاج ليهم يبقى بسكريبت قوي كده، وفروا لنا كل عناصر الراحه الحقيقه، وما بخلوش ابدا على الفيلم. مخرج مهم، نجوم من اول استاذ خالد النبوي، استاذ احمد فيشاوي، استاذ درة، مش عايزه انسى حد والله، خالد سرحان، ميدو عادل. لما اتعرض عليك الشخصيه شفتيها ازاي وازاي حضرتها؟ ازاي حضرت لها دي بتبقى صعب الاجابه عنها الحقيقه، لانه شغل ومذاكره واحاسيس وبتاخد من مخزونك انت الشخصي. دور انساني جدا، مصري جدا، الفيلم كله مصر حقيقه يعني. ف يا رب يوصل للناس زي ما انا حبيت. شفت مهرجان الدار البيضاء بدورك في الفيلم، شايفاها ازاي؟ مبسوطه جدا على المنشن اللي انا خدته او شهاده التقدير اللي انا خدتها من المهرجان، ويا رب يعجب الناس. ما يبقاش بس اصعب مشاهد حصلت لي كنت بالاخص بتصوروا في السيده زينب وسط الناس؟ لا، انا اصعب مشاهد ان انا عملت نص الفيلم او اكتر من نص الفيلم وانا مش حامل خالص خالص، وبعدين توقفنا 10 شهور وبعد كده بقيت في السابع. فيعني لولا وقوف الاستاذ المخرج جنبي، وكان مشهدين الحقيقه يعني، بس مشهدين مهمين، خدني كله ميديامات والحمد لله ان الفستان دخل، لان هو راكور واحد فستان طول الفيلم يعني، فالحمد لله. بس كان صعب جدا يعني. مشهدك مع ميدو عادل ورمى الكرسي عليك المشهد ده ده كنت في السابع. هو ده كمان البطوله الجماعيه، البطوله الجماعيه كلكم صف اول، كلمينا اللي حمسكم مع بعض في الفيلم ده والكواليس. السكريبت دايما الموضوع بيبدا بالسكريبت والاخراج، وانا ليا الشرف ان انا اقف الفيلم بدا، ليا الشرف ان انا اقف قدام النجوم دول. سامحوني اول حاجه حصلت لحنان مطور في 21، ايه اللي حصل؟ ان انا قابلتكم.